شكرا زميلنا محمد طه، وده كان لقاء مع الكابتن امير عز مجاهد المدرب العام لنادي مصر، واللي كان عنده طموح كبير جدا 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 في اللقاء، ساعده على كده كارتيرون بالدفع بعدد كبير من الناشئين. والعلا سيف اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله كله كويس. بص نادي مصر على فكره عامل مباراه جيده في ظل الامكانيات اللي موجوده، وهو كمان شيء يحسب له فكره ان هو حتى لما لقى التشكيل طمع. هو خلينا منطقيين او واقعيين، نادي مصر ترتيبه الاخير بيلعب نادي الزمالك الترتيب الثاني، فرق سكواد كبير جدا جدا، فاكيد بالنسبه له انه يحصل على النقطه دي في حد ذاتها شيء جيد. فنقول ان هو عمل مباراه كويسه، وكان في اوقات كتير بيحاول يخاطر وبيحاول يوصل للمرمى، ده شيء يحسب. فريق الزمالك يمكن كارتيرون فكر النهارده ان هو كان عايز يلعب المباراه في 30 دقيقه بس، هو كان عايز ياثر عمر المباراه على قد ما يقدر علشان المجهود البدني ما يحصلش، يعني ما يمطش المباراه. كان يتمنى طبعا لو جه هدف مبكر، لكن للاسف كان في عدم انسجام الشوط الاول، كان في زي ما قلت لك مفيش دوتوهات موجوده، ما كانش في خلق فرص، ما كانش في حاجات معينه، فدي فرقت معاه في تاخير الهدف. رغم كل ده خلي بالك كان في كوره او اتنين لو دخلوا كان ممكن السيناريوهات تختلف تماما، يعني خاصه كوره اوباما اللي بالهيد، خاصه كوره زيزو اللي يمكن اللي عمل فيها ان هو التحم مع حارس المرمى، انا شايف ان كان ممكن يتصرف فيها بطريقه احسن من كده. كان في نوع من انواع السربعه في اخر ثلث ساعه نص ساعه، بس هو كارتيرون ده قرار، هو يرتب اولوياته بالشكل اللي هو شايف مناسب ليه. خلي بالك سيف الزمالك لعب السبت اللي فات، فحد واتنين غير كافي مع مباراه المقصه اللي فاتت اليوم السبت. مباراه المقصه كانت ممتده، بس هو ممتده لدقيقه 93. بس هو الميزه المشكله بالعلم ان لازم كارتيرون يحافظ على يعني شكل فريق الزمالك وادائه، كلنا يعني يحافظ على هويته، حتى لو انت بتغير او حتى لو انت بتعمل روتيشن في الكبير في صغير او في ناشئين، تعمله في اطار ان الناشئ يخش مع الكبير معاك. هو خد الريسك زي ما قلت لك، هو لعب مباراه النهارده على 30 دقيقه، ما لعبهاش على يعني ما خدهاش بالفول تيم لمده 90 دقيقه، وبعد كده يجهد لعيبته اللي لسه خارجين من ماتش المقصه، لاعبين جايبين هدف في الدقيقه 93 بذلين مجهود رهيب. كان مباراه المقصه على فكره مجهود كان فيها مجهود بدني كبير جدا، يعني كانت مباراه مفتوحه ومباراه فيها جري كتير جدا، فلعيبته مستنزفه شويه. بعد يومين ريكفري مش هيبقى متاح قوي، زائد كمان عنده بعد اربع ايام ماتش قدام الاهلي، الاهلي لعب امبارح فالاهلي متفوق عليه في يوم في الراحه، فهو حسبها ترتيب اولويات بدنيا، ما ينفعش استهلك لعيبه اكتر من كده، فوفر لهم الوقت 30 دقيقه. عشان كده من ساعه ما عمل تغييرات الاداء اختلف. ونجم كان بص بالذات فرجاني ساسي ونجم وبن شرقي، الثلاثه دول بالذات لما نزلوا طبعا مع نزل كمان زيزو، بس الثلاثه دول تحديدا اللي هم المحترفين التونسي والاثنين المغاربه، الاثنين دول عملوا بشكل مختلف تماما. بقى في ايقاع نادي الزمالك احنا عارفينه، الريتم، حتى الاستحواذ في الاستاتستكس او في الستاتس اللي عندنا، فكره الاستحواذ حتى مختلف في التوقيتات اللي هم نزلوا فيها، وصول للمرمى بقى مختلف. بس طبعا نتكس اربعه بقى شويه، ان انت متسربع شويه في انهاء الهجمات في الفينشنج.